قبل ما غادي تبداو معايا هاد القصه، هو الاول شوفوا الجزء الاول ديال البارح باش تقدروا تفهموا الاحداث نتاع دابا. بسم الله يلا لنبدا. خليناها فاش الطبيبه كشفات عليا غوتات. تخيلوا معايا الدكتوره غوتات لواحد الدرجه كبيره، لانه شافت مكان اللي هو متدمر، والحمد لله انه ما وقعش ليا نزيف. دارت لعندو وغوتات عليه بجمله: واش انت حيوان؟ واش انت جاهل؟ اش هاد الشيء اللي سببتي ليها فيه؟ انا غير تنبكي وهي كتغوت بالحرقه، وبردات ليا غدايدي فيه لانه ما كنتش قادره انني ندوي معاه. كنت صغيره انا ذاك، ما بين 19 ونص 20 سنه. كنت خايفه وقدام ضعفت شخصيتي. قالت لي غادي تبعد منها وما غاديش تقرب منها الا مده شهر، وخاصها تتبع دواها باش انها تقدر تبرى ليها الجروح اللي فيها. دارت لعندي وقالت لي: يا قلت واش مقدك شهاده طبيه؟ لا دكتوره بلاش. دار عندها قال لها: ما كاينلاش يا دكتوره، انا عارف راسي باللي انا غلطت. مشيت للدار بدا كيبوس ليا فراسي وفي يدي وكيطلب مني السماحه، ولكن ما نكذبش عليكم، الليله اللي كانت غادي تكون احسن ليله في حياتي تحولات لاكفس ليله، وخصوصا انني كنت تعلقت به وبغيته داكشي باش تزوجت به بلا ما يفرضوا عليا شي حد، انا اللي اختاريته. ولكن ديك البدايه خلاتني انني نعيش واحد خيبه امل اللي كانت كبيره. وصلتني الخبر بلي انه قال لاختو لو كان كنت عارف بلي انه بصح ياقوت ما كانش عذره من البدايه ديالها، كنت غادي نديها وندبحها وندبح مول الفعله. وصلت بهم عقليتهم بعيد، وبداو تيفكروا في شي احداث اللي عمرني حتى ما فكرت فيهم انا شخصيا. المهم رجعنا للدار عند والدي، وهنا هو غادي يسافر لمده 20 يوم، غادي يمشي باش يخدم من بعد جا وتقرب مني. وهنا بدون تفاصيل اكثر غادي يبان ليه الدليل اللي كان بغى يشوفه الليله الاولى، وهنا شفت الفرحه في عينيه اللي كانت خاصها تكون ديك النهار الاول. شدتني خيبه امل واحده اخرى وكرهته، ودت ردت فعل اللي كانت خايبه. بمعنى هادشي علاش كنتي كتقلب؟ صافي ارتحيتي؟ عطيتو بالدار ونعست. وهنا فين بغيت نقول لكم بلي انا سبحان الله، اذا داك النهار الاول ما داش مزيان كتبقى الحياه الزوجيه ماشي سعيده. انا كنهضر على تجربتي الشخصيه، من بعد غادي يطلب مني السماحه ولا كيتعامل معايا مزيان، ولكن من بعد زوج او ثلاثه ديال الاسابيع ديال الزواج وقعوا بزاف ديال الامور. كانت عنده واحد خصو صغيره وحنا كنا جالسين مجموعين، شويه هي غادي تبدا كتغوت وكتقلب الطبله علينا وغادي تطيح في الارض. وهنا فين غادي نكتشف واحد السر اللي كانوا مخبعينو على عائلتنا كامله، السر اللي غادي يدير لي بزاف ديال المشاكل في حياتي. اكتشفنا بلي انا وديك اختو فيها الجن، وماشي واحد ولكن كانت مجموعه، وكل مره كطيح وكتغيب وكتبدا كتكلم بلسان داكشي اللي ساكنها. انا ما نكذبش عليكم، هذا الشيء عمرني ما شفته في حياتي، كان بالنسبه ليا صدمه لدرجه كبيره بسبب الخلعه نتاع داك المنظر، انه صوتها كيتبدل وكدير شي حركات اللي كنت كنحس بلي انا فمي بغيت تعوج ليا بالرعب. داكشي اللي كان ساكن اختو كان كيطلب منها باش انها تخدم الناس وتولي تشوف، تولي شوافه بهذا المعنى. انا كنامن بوجود هذا الشيء صحيح، ولكن كنامن بلي انا القدره الالهيه غالبه على كل شيء. داكشي علاش حاولت انني ما نعطيش لهذا الشيء اهميه، وخليت عائلتها انهم هما اللي غادي يتكلفوا بها، وما يحسوا بلي انا مستغربه من هذاك الامر، وما بغاش ندخل راسي في هذا الشيء ديال السحر وديال اجي نشوف ليك وسيري شوفي الاخرى الى ما اخره، فما تقبلوهاش. انا من بعد ما اعتديت المنظر مشى ليا الخوف، وليت ما كنتسوقش ليها، لدرجه بلي انا وشحال من مره ديك اختو جات لوجهي وكتغوت وكطيح، وكنت كنزيد وكنخليها بحال هكاك. حدي كنعيط لامها وكنقول لها اجي تشوفي بنتك فلانه، ولكن وسط هادشي كله كنت كنستغرب لبعض الامور اللي كانوا كيوقعوا. واحد المره كنت غير انا وياها في الدار، وهنا طلبت مني باش انني نمشي معاها عند واحد زوج عيالات اللي كانوا تيشدوا الخط. انا وافقت ومشيت معاها. مشيت معاها على اساس عندها وليد صغير وما كاينش اللي يشدوا ليها. المهم مشينا لعندهم وبقينا جالسين كنتسناو في داك النهار اللي كان نهار ديال الجمعه، كنتسناو بيد ما يخرجوا من الجمعه باش يقدروا يبداو الخدمه ديالهم. والله اعلم انا ما كنفهمش هادشي بزاف، ولكن كنقول لكم داكشي اللي شافت عيني. دخلنا لواحد الصالون وبدات طاحت ليهم وبدات كتهضر بواحد الصوت اللي كان غريب، وانا ما نكذبش عليكم غير بديت كنقرا في ايه الكرسي تنسات عليا، بقيت كنترعد والولد كيغوت والروينه نايضه. في الاخير ديك الشوافه حبسات شنو كانت كدير ورجعنا فحالنا لدارنا. وهنا قالت لي: ياقوت انا وياك اليوم عافاك غادي نعسو مجموعين في بيتك. علاش مالك فلانه؟ لا راني بغيت غير نعس معاك. حسيت بها بلي انها خافت، ورغم انها معوده على ديك الحاله نعسنا مجموعين،
بالليل مع ديك زوج ثلاثة كنحس بيديها شدات في يديا بصبعها بحال كتعطيني شي عهد، وبجغات ليا بصبعانها ثلاثة ديال المرات وحيدات يديها ورجعت نعسات كأن شيئا لم يكن. وهذا الشيء اصلا دايراه وهي ما على بالهاش، انا ما فهمت والو. فبديت كنتسنى غير فوقاش يصبح الصباح لانه خفت ومت بالخلعه. لغد لي قلت لها فلانه البارح وحنا ناعسين ها شنو درتي؟ قالت لي لا راه ماشي انا اللي عهدتك ولكن دوك اللي فيا، بما انك وقفتي معايا ومشيتي معايا عند دوك الناس فهم اللي عاهدوك باش انك ما تخافي من حتى شي حاجه انها تاذيك، ومره ما غاديش ياذيوك. هادشي اللي قالت لي الهضره اللي ما استوعبتهاش. راجلي وسط هادشي كله كيف قلت لكم راه خدام في مدينه واحده اخرى، وانا مخليني مع والديه في دارهم، ما خدامه ما ردامه. من بعد هادشي جات عندها واحد السيده باش انها تشوف شنو طاري ليها، جات لعند اخت راجلي. ديك السيده وصلت لواحد السن ومازال ما تزوجاتش ولا حتى اصلا دوا فيها شي حد. فلوستي اللي ولات شوافه قالت ليها غادي نطلب منك واحد الحاجه انك ديريها الا بغيتي نحيد لك داكشي اللي عندك العكوسات. غادي تجيبي ليا 7 ديال البيضات، وكل بيضه غادي تجيبيها ليا من حانوت اللي هو مختلف، وفاش غادي يردوا لك الصرف ما تاخديهش، وجيبي ليا واحد القطعه من الحوايج ديالك، وفاش تكوني جايه ما تشوفيش من موراك، مع تفاصيل وحده اخرين اللي كانوا طوال. المهم جبت لها دوك المسائل وحطتهم ليها في الدار. انا قلت بلاتي نشوف هاد خيتي واش بصح معاها شي جنتي يخدمها، واش كتقول واش صديق ولا غير كتفلع على عباد الله. غادي ناخذ داكشي اللي طلبات من ديك المراه بالعاني، وغادي نخبعو باش نشوف واش بصح فعلا هي كتشوف ولا كتجلب، حيت هذا هو كان الغرض ديالها. خليتها حتى نعسات وخبعت داكشي اللي ما شافتنيش وما قلت لها اصلا والو. من بعد 3 ايام ما سولاتش عليه، غادي تقول لي يا قوت واش ما شفتيش واحد الساشي فيها البيض؟ اياه راني خبيتها فلانه ليك حيتاش جايين عندنا شي ضياف، ما كنتش باغاها تبقى محطوطه تما غير فوق الطبله. بالعاني قلت لها بحال هكا باش نبرئ ليها راسي من داكشي اللي درت. جبت ليها وعيطات على مولات داكشي باش انها تحل ديك البلاستيكه هي وياها. حلات الساشي قدامي وقدام ديك السيده. تخيلوا معايا غادي تلقى ثلاثه نتاع البيضات اللي هما عدد الايام اللي دادو، واللي ما فيهم لا بيض ولا صفر غير القشور، والباقي كان باقي مازال صحيح. وقالت لها صافي راه الجن مشاو جلبوا ليك السحر المدفون اللي كان كيدار ليك. تصدمنا من ديك المنظر اللي ما كيتقبلوش الدماغ. هزات بيضه من الربعه اللي بقاو وداتها لها في يديها، وقالت لها غطي هاد البيضه بيديك بزوج، واذا حسيتي بشي حاجه تحركات ما تغوتي ما تدهشري ما ديري حتى شي حاجه، غير تهدني وتبتي في بلاصتك. بدات خا تقرا عليها شي طلاميس، شويه كنشوفوا بلي انا وديك البنت قفزات من البلاصه. وفاش كتحل يديها كنلقى والله شاهد على هادشي اللي كنقول خنيشه كحله كلها سكوتش، ووسط منها ميكا وميكا، ومن بعد كنلقاو ثلاثه نتاع القفوله بالسوارت ديالهم، وكل قفل مكتوب عليه حجاب، وكل حجاب مكتوب عليه 20 سنه، وفي المجموع ديالها 60 سنه. علاش؟ باش انها ما تزوجش. من بعد قالت لها راه اللي سبب في هادشي واحد الانسانه مقربه ليك وراه ساكنه في الخارج، وهادشي كان شويه من اللي شافت عيني حيتاش باقي مازال بزاف، لدرجه ولا راسي كيحرقني وما بقيتش كنت قادره انني نمشي بالليل للمرحاض عزكم الله، حيتاش كنت كنخاف وكيجيني الرعب بقوه شنو كنت كنشوف مع لوسي واللي ما تيدخلش الدماغ وما كيتقبلوش. انا عارفه بلي انا هادشي يقدر يجيكم غير منطقي، من حقكم انكم تفكروا بحال هكا، ولكن هذه هي الحقيقه اللي شفت. واحد المره جا راجلي جلس معايا 3 ايام وعاود مشى فحالو لخدمته. انا غادي نحلم بلي انني راني مع مرات عمي لي في الاصل هي حاجه، بلي غادي نمشي انا وياها للحج، وغادي نقول ليها راه ما عرفتش كيفاش غادي ندخل للطواف وانا نسيت المحارم. غادي تنوض مرات عمي وقالت ليا شوفي انا عندي زوج اللي حجيت بهم هذا العام اللي فات، وعندي زوج واحد اخرين يلا شريتهم وباقيين جداد، هاكي قيسي اللي جات كلبسيها. هادشي كله في الحلم. هزيت ولبست وبديت كندير الطواف ديالي، هادي كلها كانت منامه كيف قلت لكم. الصباح ملي نفقت بقات لاصقه في راسي، وحسيت بلي انه شي رساله هذيك وماشي غير هو حلم اللي كان دايس. فمشيت حكيت لديك مرات عمي وقالت لي خير ان شاء الله، نهار تالي اجي انت وراجلك نعطيك ديك المحرمه ديال الحج ولبسيهم ونعسي بهم، وربما ربي يرزقك بشي ذريه. علما انه انا ذاك كملت 7 شهور وانا مزوجه براجلي وما دايراش موانع الحمل ومازال ما عنديش وليدات، واصلا ما كناش مزروبين. واحد النهار جات لوسي شوافه وقالت لي يا قوت جيبي لي واحد الكتاب راه هو في الماريو وفتحيه عشوائيا. علاش فلانه؟ بغيت نشوف لك شي حاجه. لا ولكن انا ما محتاجاش انك تشوفي ليا. لا انا قلت لك بغيت نشوف لك سوقك هذاك. جبت ليها الكتاب حليته ليها وهي تقول لي انت عندك زوج ديال الرجال في حياتك، واحد غادي تعيشي معاه ويا اما يا غادي يموت اولا غادي تلقي منه، والثاني هو اللي غادي تعيشي معاه السعاده وغادي تكوني مرتاحه معاه، وغادي يكون عندك معاه الاولاد بالفرد، بمعنى
يا واحد يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة. بديت نضحك على نيتي وقلت لها واش كتخرفي واش انتي لاباس، انا راني مع اخوك. ولا هادشي اللي كتقولوا معنيتها يا اما اخوك غادي يموت يا اما غادي نطلق معاه. قالت لي راني غير تنقول لك شنو طالع ليا، وزياده على داكشي انتي غادي تقطعي البحر وغادي تمشي للحج، هادو غير تخاريف اللي قاعده كتعاودي ليا. طوانا صفحة ما تسوقش داكشي كتقول. من موراها مشينا عند مرات عمي وجبنا هذوك المحارم، رجعنا بالليل وبديت كنصلي صلاتي وغادي نلبسهم وغادي نعس بهم. من بعد في النهار الثالث اقسم بالله العلي العظيم كيجي راجلي وغادي يوقع لنا صداع كبير في الدار بسبب اللي كان تافه. اقسم بالله غادي ندبز انا وياه، ومو غادي تقول لي كلام اللي كان جارح. هزيت ساكي خرجت من عندهم، شفت ترونسبور اللي غيوصلني لدارنا ومشيت عند والديا. عيط ليا باش انه يتصالح معايا ولكن رفض، والسبب علاش وقع هادشي بسيط جدا. هادي علاش ما خديتيهاش في بلاصتها، وهادي علاش ما درتيهاش في بلاصتها. ماشي كاع داك السبب المقنع اللي يخلي بنادم انه يوصل للطلاق. كبر الموضوع وصدق خالي بغى يطلق بنتهم اللي هي لوستي، وبابا بغى يدابز مع بابا، وهنا فين قررنا باش انه نطلقوا. وطلقنا من بعد عام ونص في المحكمه. ما كانش عليا الطلاق ساهل صراحه، وخديت وقتي باش انني ننساه. وخمرات خالي اللي هي اختو كانت كتعطي الجديد ديالي في حياتي. انا ارتحيت في دار بابا وبديت كنفكر باش انني نوض ندير شي حاجه في حياتي، نوض نخدم ولا ندير شي مشروع. بقى فيا الحال على قرايتي اللي حبسها بسببه. داكشي باش طلبت بابا باش انني نرجع نقرا، وهو خد قرار باش انه ما يخلينيش نخرج من الدار. وبما انني مطلقه خاصني نجلس وما نخرجش الا وماما راه معايا، وهاد المساله ازمتني واحد شي شويه. فنط عيطت لواحد عمي اللي كبر من بابا واللي كيحترمو بزاف وكيقدرو. عيطت ليه وعاودت ليه بلي انه ما نقدرش على الدار، وراني بغيت نبني حياتي من جديد عمي. لذلك الله يعطيك السر دوي مع بابا وقنعو انه يخليني نتحرك. فعلا عيطت ليه وقال لي طلق بنتك، وانا على يقين بلي انه غادي يجي واحد النهار ما غاديش تندم لانك عطيتيها الحريه ديالها. انا ذاك انا فاش طلقت كانت عندي تقريبا 22 سنه، اللي فيها دوزنا مراحل ديال عام في المحكمه، وعام وانا غضبانه عند بابا، وعام وانا مزوجه به. فعلا بابا ثق فيا وخدمت في شركه ودرت ديبلوم ديال حاجه واحده اخرى، وخدمت على باش انني ناخذ البيرمي ديالي. درت هادشي كامل وتوفقت فيه، وعطيتها للخدمه لمده عام باش قدرت انني نحل المشروع ديالي ووقف معايا فيه بابا. نزيدكم بلي انه كنت مولوعه بواحد الحاجه، اي حاجه كنت كنديرها وكنت فوق فيها كنت كنحطها في الفيسبوك. نهار نجحت في البيرمي نشرتها، صيفط لي الطريق ديالي برافو عليك. نهار فتحت المشروع ديالي حطيته حتى هو باش ندير ليه الاشهار كذلك ومثال. دخل عندي الطريق ديالي باش يهنئني ويقول لي برافو على الطموح ديالك، انا ما كنتش كنجاوبو. من موراها 3 سنين من بعد تلاقي درت فيزا باش انني نخرج لاوروبا نتسارى شي شويه نشوف الحياه، من بعد ما خدمت مزيان على راسي باش انني ننساه وباش انني نكون مستقله ماديا. نسيتو نهائيا وما بقاش كيدور ليا في عقلي. درت فيزا وبديت كنتسارى في اوروبا وكنشارك التصويرات ديالي في مواقع التواصل، هو بطبيعه الحال تيشوف وتيخلي التعاليق ديالو. دخلت للمغرب وعطيتها الخدمه من اول وجديد، وعاود درت فيزا وطلعت ثاني مره لاوروبا، زرت بلايص واحد اخرين، رجعت البلاد ولحد الان باقي غير هو متبعني وما داير حتى خطوه في حياته، وجالس غير في نفس البلاصه اللي خديته فيها. انا ما كنتش كنقلب على الاخبار ديالو ولكن هو كان تيقلب على اخباري. المره الثالثه رجعت لاوروبا ولقيت راسي انني مرتاحه وعجبني ديك الحياه نتاع الاستقلاليه والحريه. فتكلمت مع بابا ومع خوتي وقررت باش انني نبيع المشروع ونحط الاستقاله في الشركه اللي انا فيها ونطلع لاوروبا باش نكمل حياتي. اصلا كانت عندي اختي الصغيره في دوله اوروبيه اللي زاد شجعتني باش انني نجي ونجلس معها في الدار حتى نوقف على رجلي، وديك الساعه نبدا حياتي بلاصه واحده اخرى. من بعد 5 سنين على طلاقي وعلى الاقدميه في ديك الشركه اللي ما ربحت منها والو في الاستقاله طلعت لاوروبا. مشيت جلست عند اختي، وهنا فين غادي تبدا المعاناه ديالي ولا مرحله واحده اخرى من حكايتي. جيت للدار عند اختي اللي كانت صغيره بزاف، بيت نعاس وكوزينه اللي كانوا عندها، الصالون ما كانش، فانا كنت مضطره انني نعس فوق مضربه في الكوزينه. بديت كنقلب على خدمه اللي غادي تناسبني، ولقيت في الدبلوم اللي دايره ولكن ما كاين غير العبوديه وكيدمروا عليك وما عندكش نهار ديال الراحه. وانا ولفت المشروع ديالي وبالصالير ديالي حتى لقيت راسي انني مضطره نخدم عند الناس، وجاتني قاسحه. فمشيت كنقلب على خدمه واحده اخرى بالمسمن، واللي اقترحها عليا صاحبتي. ما كنتش كنعرف نخدم بكميه كبيره باش انها تباع في المارشي، ولكن علموني دوك الناس واستغلوني ماديا في نفس الوقت. الثمن ديال نهاري ما كانش بحال الناس الاخرين، كانوا كيعطيوهم 80 اورو وانا كانوا تيعطوني غير 30 اورو، وتيقولوا انت راك مازال ما كتعرفيش. انا ما كانش عندي صراحه ادنى مشكل لانه كنت باغا نتعلم باش انه من بعد نطلب الثمن. خدمت لمده 2 ديال السيمانات مع واحد السيده،
اكتشفت راسي بلي انني تمكنت وتعلمت ندير ديك الكميه بالزربه، وهنا فين طلبت ليها الثمن ما بغاتش، ومشيت كنقلب في مارشيات واحد اخرين وبديت كنقلب على اللي يعطيني الثمن. لقيت اللي يعطيني اللي بغيت 80% من داكشي اللي بغيت وقبلت به. غادي نتلاقى بواحد المصري ديما كنتلاقى معاه في الترونسبور، كيخدم فين تنخدم وتيسكن فين تنسكن. اقترح عليا انكي كدوي مزيان ياقوت فرونسي وباقا مازال صغيره، علاش ما تجيش تخدمي معنا في الخضره؟ غادي تربحي حسن وما غاديش تكرفسي بالزيت. وانا ما نكذبش عليكم، كنت انا داك في المسمن ما كنوصل للدار حتى كنقطر به او حتى كنقطر بالزيت ديالو. قلت لي عافاك شوف لي شي حد نخدم معاه نزيدها مع اللائحه ديال المسمن باش نعاون الوقت. دبر لي على واحد وبديت معاه حتى تمكنت. كنهز صنادق، كنست في الخضره، كنجمع، كننقي، كانت خدمه صراحه اللي هي زوينه وحلال وبدراعي. حتى لواحد الفتره عندي واحد صاحبتي اللي كانت مزوجه بواحد الكاوري اللي جات لعندي واستقبلتها وخرجنا وعرضتها لا هي ولا رجلها لواحد المطعم. تسارينا من بعد قالت لي منين جيت عندك وانت كتصلي فيا ودابا انا اللي خاصني نعرضك عندي، علما انه انا ذاك كنت مشيت كريت بوحدي. من بعد اسبوعين دوات ليا وقالت لي راني قطعت لك في التران اجي عندي نساريك. ولكن قبل ما ندخل في هذه المرحله كنت قلت لكم بلي انا كنت ساكنه مع اختي في الاول وراجلها كان صدعني سيري قلبي على خدمه، مع العلم انه كنت كل نهار كنخرج كنقلب. انا تنقول لي راه فاش كنمشي تيطلبوا مني السي في والوراق ومع انا ذاك حرقتهم. فاش جلست معاهم شهرين وبديت كنخدم في المارشي بديت كنتقدى. اقسم لكم بالله العلي العظيم اذا بالعاني راجل اختي كان تيخلي الثلاجه خاويه بلا لحم بلا دجاج بلا صوص بلا والو. علاش؟ حيتاش انا خدامه وجالسه معاه ما تنخلص الكرا. فاش وليت كنخدم كنت معروفه في المارشي، كانوا الناس كيديروا معايا ثمن اللي كنت كنعمر به الصندوق بكل شيء، وكنت نخلص الثمن اللي كان قليل وكنجيبو للدار كنعطي لاختي. كنمشي للماركت عاوتاني وكنتقضى لي بات لي صوص كار واي حاجه تبقى واي حاجه كانت خاصه. كانوا فلوسي تيمشيو غير في التقضيه غير باش نعمر ليها الثلاجه، وما كنتش كنقول علاش خليتوها خاويه، على العين بلي انني ما كنتش كناكل في الدار كنت غير كنبات. المهم ملي شافتني اختي كنحرك الحركه شويه ولات كتشوفني بلي انني كنشري شي مره شي بياسات ديال الحوايج. غادي تمشي عند راجلها وتقول لي حتى انا بغيت ناخذ بحال اختي ياقوت. بدات كتخدم الغيره وهو مع ما تيصرفش بزاف بدا كيقنط من ديك الهضره انت عشري ليا بحال اللي شريت ياقوت، وبداو كيوقعوا مشاكل ما بينه وما بينها بسببي انا. حتى لواحد النهار قال لي ياقوت راني لقيت لك واحد الراجل من دوله عربيه وعنده 46 سنه وانا ذاك كانت عندي 27 سنه. قال لي غادي تزوجي به ويدير لك الوراقات وكل شيء. قلت لي راني ما طلبتش منك انك تلقى لي شي واحد، ولكن منين درتي هذا الشيء منك لراسك ما غاديش نحشمك اسيدي وغادي نمشي نشوفه واخا غير مره. مشيت شفته اقسم بالله العلي العظيم اذا راجل شارف ودني خارج منهم الشعر وتيمشي عرج ماشي مشكل صراحه هذه القضيه، ولكن غير تنصور لكم الحاله ديالو كيفاش كانت دايره وما تيعرفش يهضر بالعربيه اطلاقا ورغم انه عربي الجنسيه. صدمت وقلت شوف راجل اختي شنو تيقلب ليا، واش باغي يتهنى مني ويجيني غير نيشان ويقولها ليا ويقول لي خرجي ليا من داري بلا ما يقلب لي على حاجه اللي انا ما طلبتوش عليها. اعتذرت من داك السيد بكل باقه وقلت لي سمع فلان راني غير درت الخطر لراجل اختي، راني يا خويا ما تنفكرش في الزواج نهائيا وسمح لينا والله يسهل عليك. خرج من القهوه ومشيت في حالي. دوز مع راجل اختي واش ماشي حشومه عليك فلان تشوف لي بحال داك الشخص؟ اذا انت عاجبك علاش ما تشوفوش لختك وتزوجها ليه؟ بقى تيشوف فيا وكيضحك. تناقشت معاه واختي تدخلات لا راه باغي غير يعاونك ما يعاونيش راني ما محتاجاش. سدينا هذا الموقف وما عاودناش جبدناه وكملنا الحياه. صاحبتي فاش صيفطات ليا باش انا نجي مشيت واستقريت في دارها وخرجنا وتسارينا. من بعد راجلها بالليل قال لنا راني غادي نمشي ندير البترول في الطوموبيل حيتاش بالليل غادي نمشيو نسهروا في بلاصه الفلانيه. راجلها كان قوري وما كانش عارف بلي انه ما عنديش الوراق وبلي انه حرقت الفيزا. المهم مشينا معاه وانا هزت التليفون ديالي في الطوموبيل كنشوف فيه تي كيوصلني واحد الميساج فيه مرحبا في هاد الدوله. انا تصدمت ودغيا تخربقت وبديت نغوت ونقول ليه علاش دخلتي لهنا لا راه ما عنديش الوراق كلي كان ترعد. المهم حاول باش انه يهدني وبلي انا راه ما غادي يوقع حتى شي حاجه ماشي شي حاجه خطيره. غير حنا رجعنا ندخلوا وهما غادي يوقفوا علينا وطلبوا منا الوراق وهما خرجوا وريقاتهم. اختكم ما عندها حتى شي حاجه. داوني الكوميساري وبديت كنبكي وجاتني صدمه كبيره وهذه كانت تجربه اللي عمرني ما قدرت ننساها. شفت حتى عييت في الشعوب ولكن عمرني ما شفت شي شعب عنصري لديك الدرجه اللي تيعتبروا العرب واللي ما عندهمش اوراق بحال شي حتاله وسط منهم. المهم شرحت لبنيهم بلي انه راه ما كانش على بالي بلي انه داخلين هنا الى ما اخره. من بعد اجراءات كثيره خرجت خلال 24 ساعه. البوليس نتاع الدوله فين تنسكن جاو داوني
اللي عاملوني مزيان وبساف. من بعد ما داز عليا انني دوزت البرد والغمه والظلام وحيدوا لي حوايجي باش انا وزوج ديال البوليسيات يفتشوني في الدوله اللي دخلت ليها بالغلط. جات صاحبتي تلقات ليا وداتني للدار ودوشت وصفت لختي بلي انا وكل شيء داز بخير وبلي غادي نشد الطريق باش انني نجي عندكم. اختي قالتها لراجلها غادي يصيفط ليا ميساج بلعكز عليه فيه خليك فين راك ما تجيش لعندنا والله يرحم لك الوالدين ما تقولوش لختك بلي انه جريت عليك بهذا الاسلوب وبهذا البساطه. تخيلوا معايا وحده عندها 8 شهور في الغربه وبوحدها وفي يوم وليله غادي تولي في الزنقه وحيت شخصيتي قويه بطبيعه الحال وعندي كرامه واخا قريت داك الميساج ما رديتش عليه. عيطت لواحد البنت كانت كتخدم معايا في المسمن وقلت لها راني محتاجه فين نبات هاد الليله. قالت لي اجيباتي معايا هاد الليله وغدا يصبح ويفتح. مشيت للمارشي كنخدم وعاودت للسيد اللي مكلف وريته الميساج ديال راجل اختي دور معايا وقال لي هذه سيري كري بها وما تطلبي حتى شي حد وما تبقايش في الزنقه وتلاقيت فين نسكن. بالمختصر المفيد وبالصدفه واحد النهار حليت السيد نتاع التعارف وتلاقيت بمغربي ساكن في نفس الدوله مطلق مزوج زوج ديال المرات وعنده بنيته مع مغربيه وزوج وليدات مع قاوريه. كنت كنهضر انا وياه تقريبا يوميا تعرفنا وكان تيقول لي بلي انه انا راني ناوي المعقول وتنقلب على شي بنت الناس بحالك. لصقني لصقه وصدق الامر حقيقي وقال لي الاسبوع الجاي انا جاي في البلاصه فين كتسكني باش نشوفك مباشره ونعرفك على اختي والاسبوع اللي من موراه غادي نمشي للمغرب وغادي نطلبك من عائلتك وهنا غادي تبدا مرحله واحده اخرى من حياتي يا قوت. مرحلة اللي فيها مراحل عاوتاني وحدة اخرين. داكشي باش قلت لكم في بداية الحكاية بلي انه سبحان الله كي اللي كيدخل في شي ابتلاء ما كيساليش منه. ما كرهتش انني نعرف شنو كتوقعوا في الحلقة ديال غدا من قصة ياقوت. دمتم في رعاية الله وحفظه. تلاقاو غدا ان شاء الله. سلام سلام.